بعلمنا وفكرنا وحبنا وصدقنا بجدنا وضحكنا، هيا بنا هيا بنا نشيد البنا، نبني معا صرح العلا ونرسم المستقبل، نبني معا صرح العلا علا علا ونرسم المستقبل، نبني النفوس أولا منها يشع النور والضياء، حياتنا 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 بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة المنظر بديع وجميل ونحن أمام دار الحجر. حينما نذهب إلى السوق عادة ونحن نريد أن نقتني أي سلعة من السلع نبحث عن أين صنعت. لماذا؟ لأننا نبحث عن السلعة المصنوعة بإتقان. الإتقان يجعل هذا المبنى شامخا منذ آلاف السنين أو مئات السنين. هذا الإتقان هو الذي جعل هذا المبنى قائم، هو الذي جعل الأسواق العالمية تتنافس في السلع، هو الذي جعل الناس يقبلون على سلع دون أخرى. الإتقان هو الذي جعل شخص يتميز في بنائه، في عمله، في وظيفته، في كل شيء. انظروا معي إلى هذا المبنى الذي أقيم على صخرة وبقي شامخا كما ذكرنا لكم مئات بل أحيانا أو قد ربما تصل إلى آلاف السنين. السبب في ذلك هو الإتقان. الله عز وجل كان من صنعته ومن خلقه أنه أتقن خلقه، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الإتقان هو سر النجاح وسر التقدم، هو سر تطور الأفراد وسر تطور المجتمعات. قيمة بناء أساسية في إطار المجتمع من أجل أن نقدم مجتمعا يقدم إلى التاريخ ويقدم إلى الخير ويقدم إلى التحضر، لابد أن نتقن في أعمالنا، الطالب في مدرسته، الطبيب في مستشفاه، العامل في وظيفته وعمله، الفلاح في مزرعته، الكل لابد أن يتقن. إذا أتقننا جميعا نحن سنبني أوطاننا بناء حقيقيا، بناء عظيما. قيمة الإتقان هذه القيمة المهمة جدا. دعونا نستقرئ آراء الناس، ماذا يقولون عن الإتقان؟ هل هو موجود في الحياة؟ ماذا يريدون أن يصلوا بالإتقان في إطار مجتمعهم، في إطار المستقبل، في إطار اليمن الجديد؟ لنتابع هذا الاستطلاع، تابعونا. تعرف عليك أولاً، اسمك الكريم؟ صلاح محمد الفاعل. أهلاً أخي صلاح. أخي صلاح، أنت تدرس تتعلم إيش بالضبط؟ خلصت الجامعة تقريباً، بنشتغل الآن. ما شاء الله، هذا شيء عظيم جداً أخي. يعني تحتاج المجتمعات عادة إلى جانب مهم جداً وهو جانب الإتقان بشكل عام، في الطب، في الهندسة، في التعليم، في الصناعة، في كثير من القضايا. كيف واقعها في اليمن الإتقان؟ طبعاً نشي بشفافية ووضوح وتلقائية، ما هذا هو ضروري نتكلم فيه. هذا في هذا العنص، في هذا الجانب أنت مشكلة البلد هي الإتقان، لأنه ما لا يوجد معايير أداء واضحة، وإن وجدت لا تطبق. لماذا؟ لأنه القائمين على الأداء ليسوا مستوى كفاءة أو علم أو معرفة في هذا المستوى الجودة. العنصر الديني عامل مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. إحنا انسلخنا من مبادئ دينية معينة، فبالتالي هذا الشيء دفع الكثير من البعض، يعني دفع الكثير من الناس إلى عدم التمسك بهذا المبدأ، وأدى في الأخير إلى أنه انتشر الفوضى، انتشر عدم الإتقان، انتشرت اللامبالاة، التسيب، أصبحت عادة. فأصبح المتقن الآن يعني نوعا ما ينظر إليه بعين التشظي أو التشرذم، أنه شخص غريب. وإنه فقلت لك هذا العنصر مهم جدا. أهم شيء هو المبدأ الديني، زائدا القائمين على معايير الأداء، ثقافة تنظيمية على مستوى المؤسسات، على مستوى الجامعات، على مستوى المدارس. جميل، شيء مهم جدا. ماذا تتمنى أن ترى واقع الأمانة أو واقع عفواً واقع الإتقان في المجتمع؟ ما هو الذي تتمناه أن تجده هكذا موجود في إطار المجتمع مستقبلا؟ والله الأساس والمبدأ، يعني الهدف الرئيسي، هو أن نضع لنا أهداف. إذا وضعت لك هدف، خطة هدف واضحة، يعني حتلتزم بأكثر إتقان في هذا الشيء، لأنه غياب الهدف يغيب الإتقان. أنت في مرحلة عشوائية لا تستطيع أن تنفذ شيء.
كلما كان الهدف واضح وكلما كان الشخص أكثر إرادة على التمسك بهذا الشيء وحصل التسهيلات المعينة أمامه حيكون أكثر إصرار على إنجاز هذا الشيء. إذا تتمناها أن تكون الأمانة هي واقع الناس، يعني ما هو الذي تتوق أن تجده بالنسبة في جانب الإتقان، في جانب إتقان الناس، يعني أنت ماذا تريد أن يتحول المجتمع باتجاهه؟ يعني إذا كنت أنت بتتكلم عن الإتقان هو وسيلة، هي غرض وسيلة. اللي أتمنى أنه يوجد هدف يكون شيء مرموس مرئي وبالتالي يرتبط بهذه الوسيلة الإتقان. فبالتالي كيف تصل الإتقان بحد ذاته ليس هدف، الإتقان هو وسيلة للوصول إلى غاية معينة، هو أحد المعايير اللازمة للوصول إلى هدف معين. نعم، في هذا عنصر مهم جدا قلت لك، وضوح الهدف والالتزام بالهدف هذا ووضوح الإجراءات والمعايير سيؤدي في الأخير إلى التمسك بالإتقان. أيضا هي مبادئ شخصية قبل كل شيء، فإذا التزمنا احنا بمبادئ الدين والأخلاق زائدا وجود ناس معينين يمثلوا مصدر إلهام لنا، جميل هذا شيء أكيد أعتقد أن احنا سنصل إليه إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. احنا متفائلون جدا أننا سنبني وطن ونبني هذه القيم في إطار هذا الوطن إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله نعيش بالإيمان ونملأ الحياة بالهنا. حياتنا بنا إتقان في حياة المجتمعات العربية، المجتمع اليمني على وجه الخصوص، كيف واقع الإتقان؟ يعني قصدك البروفيشنال، يعني إتقان الحاجة، يعني إتقان الشيء. أيوة طبعا، هو الإتقان في مسألة ضرورية جدا في مجال كل شيء. كيف الواقع؟ أنا أريدك الواقع متفاوت، يعني في رجل يتقن عمله وفي رجل يكون بين طبعا، لكن الإنسان دائما يبحث عن الإتقان، والإتقان طبعا هو اللي يقود الإنسان إلى النجاح. أما أنه أنت تكون مثلا تصنع مادة أو تصنع حاجة معينة أو تدعي شغلة معينة، لا ما تكون يعني جانب الإتقان بها موجود، طبعا يكون النتيجة هي الفشل. ماذا تتمنى أن تكون واقع هذه القيمة في حياتنا، في بناء أوطاننا العربية والمجتمعات الإسلامية بشكل عام؟ يعني كيف تتمنى؟ اكيد احنا نعرف انه ما هو الذي انا اتمنى طبعا بالنسبه للمواطن العربي ان يعني مو الاخرين، الدول الاخرى هي افضل من حضارتنا وافضل من قيمنا يعني، لكن جانب الاتقان ضروري جدا في سبيل انه احنا ممكن ان نوازي الدول الاخرى، رغم انه هم يفتقدون للحضاره لكن بسبب ظاهره الاتقان هم كانوا افضل منا من الناحية هذه. أنت تتمنى أن تكون مجتمعاتنا على من نفس هذا المستوى حتى ننافس ونسافق ونعود إلى مكانتنا، أماكننا الطبيعية والأصلية واللي هم أخذوا من عندنا ما أخذوا. بلادنا نبني بها الإنسان وعزة الأوطان، نعيش بالإيمان ونملأ الحياة بالهنا. حياتنا بنا. سنشاهد أخ آخر، الأخ الكريم، اسمك الكريم؟ محمد بشر. أهلا وسهلا أخي محمد. عندنا نتحدث عن بناء الأوطان بشكل عام، ونحتاج عندنا البرنامج اسمه برنامج بناء، نريد أن نبني أوطاننا بشكل عام، لكن لا يمكن أن تبنى الأوطان دون أن نعرف واقعنا وماذا نريد أن ننطلق عليه. نحن عندنا نتحدث عن قيمة الإتقان. هل أنت من خلال تعاملك، من خلال عملك هذا بشكل عام، كيف تقييمك للإتقان في أعمالنا، في أسواقنا، في تعليمنا، في مستشفياتنا بشكل عام، تقييمك الشخصي؟ والله أرى أنه في ضعف طبعا بالنسبة للإتقان، بسبب طبعا قلة الأجور وضعف المعيشة في البلد واحتياج الناس طبعا إلى العمل، فبقى الناس يشتغلوا ويعملوا يعني في أعمال ركيكة، يعني يدخل العامل يشتغل بدون أي خبرة، بدون أي شيء، في السباكة، في البناء، في النجارة بشكل عام، مما سبب يعني إرباك الناس، بقت مش عارفة فين الشخص المتقن لعمله. تبحث عن نجار يطلع لك 100 نجار، لكن ليس فيهم نجار. نعم نعم، هذا واقع الحال. أتمنى إن شاء الله أن تحسن هدفك. يعني أنت ماذا تتصور إن شاء الله عجل أن يكون واقع الإتقان في أعمالنا، في أمورنا بشكل عام، في يعني أتمنى الاجتهاد من الأشخاص اللي يقوموا بهذه الأعمال، أن يجتهدوا في البحث عن الأشخاص اللي يستفيدوا منهم في هذا المجال. وطبعا في الأول والأخير أرجع إلى وضع المعيشة ووضع البلد، إذا استقرت الأمور إن شاء الله
إذا توفرت الأجور المناسبة وتوفرت الأوضاع المناسبة إن شاء الله سيكون كل العمل في مكانه. شبابنا عطاء، أحلامنا نما، أوقاتنا سعادة، حياتنا بنا. أنت يبدو عليك زائر لليمن أو لست يمني، لكن نريد وجهة نظرك في جانب من الجوانب المهمة جدا في إطار بناء أوطاننا بشكل عام العربية والإسلامية بشكل عام. كيف وجدت مسألة الإتقان من خلال تعاملك؟ والله هو طبعا أكو تطور من يوم اللي اجيت من قبل 7 اشهر لحد هسه، اكو تطور بس الاتقان مو موجود للاسف. لا مو بس باليمن، يعني بالدول العربيه كلها. شبابنا عطاء، احلامنا نما، اوقاتنا سعاده، حياتنا بنا. في بلدنا للاسف الشديد اصبح نادرا تجد الاتقان موجود في مؤسساتنا الحكوميه، مؤسساتنا التجاريه. اصبح الهم عند كثير من الناس هو بس كيف يقضي العمل أو كيف يربح، دون ما يخرج هذا الأمر بشكل جميل ورائع للوطن وصورة الوطن والمواطن والبلد بشكل عام. الإتقان يعني نتمنى أنه. ماذا تتمنى أن يكون؟ كيف يكون؟ أنا سأعطيك قصة. سأعطيك قصة حول كيف الإتقان. هذا كانت في شركة أمريكية تتعامل مع شركة أمريكية في مجال الكمبيوتر، فكانوا كاتبين عقد. في العقد هذا أنه ممكن تكون الأخطاء في مجال الكمبيوتر 3%. فالشركة الأمريكية الراعية للكمبيوتر زادت عن 3% من الأخطاء، فقالت الشركة المتعاملة معها خلاص احنا بنغير الشركة هذه الأمريكية إلى شركة يابانية. ففعلوا نفس العقد مع الشركة الياباني ب3% أخطاء. فعندما جاءوا سلموا لهم البضاعة، سلموا لهم الكمبيوترات وجهزوا لهم 3 كمبيوترات يعني خاطئة. 3% الثلاثة في المئة خاطئة تسلموا. قالوا ما شافوا 3%. أيش الثلاثة الكراتين؟ قالوا هو حسب العقد تشتوا 100% موجودة 100%. تشتوا 3% عطال نحلق. بنا الإنسان وعزة الأوطان، نعيش بالإيمان. نعم نتمنى، لأن احنا بلاد الإيمان والإيمان والحكمة. نتمنى أنه تنشأ هذا في البداية ثقافة عند الناس أنه لابد أن يكون العمل كامل متقن، وإن شاء الله إذا في أخطاء ممكن تعالج، ممكن نستفيد من أخطائنا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الأعزاء، حقيقة هذه القيم والاستطلاعات التي رأيناها سنتابعها إن شاء الله، ونذهب إلى الحلقات وإلى الحوار مع الشباب حتى تستكمل الفائدة إن شاء الله. تابعونا.